هنري سولومون ويلكام الماسوني المجنون. لا يزال الوراق في تدابير هذه الحكاية، حكاية اليهودي المتوحش. فهنري سولومون ويلكام وأطياف مهند عليه ليست رواية بالمعنى الكلاسيكي، سارد وقصة وضمائر متعددة وأصوات متداخلة. إنه التوحش في أجلى صوره، جريمة الاستعمار مبطنة في خبايا رسالته لإنقاذ العالم. استطاع ضيفنا أن يعيد تركيب السيرة الذاتية لفتى الأدغال المتوحش، فتتبعه بحرص شديد وحلق بنصوصه موطناً لماهية جديدة تنضاف إلى تعريفات الرواية والجديدة. ولا نزال أمام اكتشافات مهند الدابي وهو يعري سيرة رجل ظل يوصف بأن لا مثيل له في الأعمال الخيرة. في الحلقة الماضية كان هنري يحكي عن نفسه بواسطة الدابي، كيف هاجر أسلافه من بلاد بعيدة واستعبدهم الحلم، الحلم بأرض الميعاد، يبحثون عنها بغير إرادتهم وإن فطنوا لذلك. ففي الغرب الأمريكي تدرب ويلكام على أسرار الوحشية والقتل، ردد بالقول وحقق النبوءة بأن الهندي الجيد هو الهندي الميت. قرر الصبي الذي نشأ بصورة عجائبية أن يمارس الطب والقتل والموت اللين، فر بأوهامه وهواجسه وأحلامه السوداء إلى بلاد طرد منها، فعاد لينتقم. تسلل إلى قصر باكنغهام ليعمد نفسه نبيلاً وسط الأرستقراطية الفكتورية. جاء هذه المرة معبأً بالسحر والشعوذة التي اقتلعها من ضحاياه بالمكيدة والحبر السري. بات أهم شخص في بريطانيا، ولأنه مهجوس بالجريمة جند نفسه لقتل العاهرات في الوايت شابل، يستفيد من الجسد والجنس، ولعله فعل ذلك بدافع الضجر، ضجر ظاهرة في نعاس القط كما يقول درويش. في هذه الحلقة الثانية يواصل الوراق تتبع سيرة الرجل وهو في الخرطوم الآن، متبرعاً بكلفة بناء مدرسة جوردون التذكارية ومحمياً بسلطة الحاكم العام، حتى رحله في جبل مويا متخفياً في ظل جامع آثار، وسرق ما سرق وقتل من قتل. نكتشف الكثير عن سيرة هذا المخفي عنا، سيرة الماسوني المجنون. الأعزاء المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة الجديدة من الوراق. هذه الحلقة الثانية، قراءة في رواية أطياف هنري ويلكام لمهند الدابي. الحلقة الماضية كانت تتبع لهذه السيرة، سيرة الرجل الموصوف بأنه رجل غامض، كانت بداية التكوين في أمريكا، ثم ذهابه إلى بريطانيا وانضمامه إلى ما يمكن تسميته بالصف الأول، كلاس الأساس من النبلاء، وبناء الإمبراطورية الكبيرة الدوائية. ثم عرجنا على قضية جاك السفاح. حينما نقرأ في هذه الرواية أنه ما سر بيت الكتل الصخرية الكبيرة أو سرايا ويلكام باشا التي بناها جوار المحارق العملاقة المليئة بالعظام في قمة جبل مويا؟ هل كان يجري التجارب الكيميائية على الأطفال هناك؟ من هو هذا الرجل؟ مهند صدر له رواية سحرة الضفاف في العام 2014، وهوج النيازك في العام 2016، وروايتنا التي نشتغل عليها في العام 2018، كما أن وقائع جبل مويا روايته الفائزة للمركز الثالث في جائزة طيب صالح زين. نواصل في هذه الحلقة تتبع هذه السيرة لنقف أكثر على هذا غموض هذا الرجل وعلاقته بالسودان. مهند، مرحبا بك. أهلا وسهلا. هنري ويلكام، متى بدأت علاقته بالسودان؟ هو هوسه بالسودان كان هوس مبكر، مبكر شديد، لأنه كان بيسمع وبيشوف في الكتب اليونانية القديمة اللي كان دائما تذكر السودان وتذكر إثيوبيا. ولكن نقطة البداية كانت بعد وفاة الملكة فيكتوريا. السير ريجنالد وينجيت قام اختار قيادات أهلية وإدارية لتمشي إنها تقوم تقدم واجب العزاء وتبايع الملك الجديد الملك إدوار وتحضر خطبة العرش. من ضمن الناس دي كان علي قيلي. علي قيلي حاكم إداري مديرية الفونج، المنطقة اللي بتقع داخل منطقة الجبال. فعلي قيلي لما ذهب للندن فقابل هنري ويلكام،
وهنري رول كان مهتم بالوافدين من السودان ومن المستعمرات الأخرى وكده. وعلي جالي عرض على ويلكم خريطة لمدافن العنوج ولمدافن الحكام والسلاطين بتاعين الدولة السنارية. فهنري ويلكم تساوى معه واشترى الخريطة، وهو كان عنده علم بأنه كان في دولة كبيرة عظيمة كان في المكان ده، وكان موطئ القدم بالنسبة له دعم بناء المدرسة، مدرسة غردون. فده كان دخوله للسودان بعد المدرسة، بعد اكتمال المدرسة. هو طبعا تبرع بمبلغ كبير للمدرسة، وتبرع ب100,000 جنيه استرليني. التبرعات كلها كانت تمت 1000 جنيه واحد، 1000 جنيه استرليني. فرغم انه كان من ضمن التبرعات دي المكافأة اللي اخذها كيتشنر لما فاز بدرجة فخرية من جامعة دنبرا، فتبرع ب 500 جنيه، وبعد ذلك كان في تبرعات اخرى، فاجمالي التبرعات كان 1000 جنيه، وكانت التكلفة 110,000 جنيه. فهنري ويلكم تبرع ب 100,000 جنيه بالإضافة لأجرة الباني اللي هو اختار باني دور أيتام مشهور جدا في أوروبا اسمه توماس برناردو جولدماين. يعني بالله الراجل ده دفع كل مبلغ بناء جامعة خرطوم الآن. نعم. كلية غردون. نعم. ده بيكشف ليك لدرجة كبيرة أنه عنده غرض مدبر وكده تجاه العمل في السودان. طبعا. عجيب. لأنه المدرسة طيب. بعد ما أول ما اكتملت هو أرسل معمل بكتيريولوجي وعكف على دراسة الأمراض أو طب المناطق الحارة أو الأمراض المدارية في المنطقة. وأحضر طبيب مختص اسمه دكتور أندرو بلفور. إلا أنه مقال صغير اتكتب في صحيفة The Morning Post في 1902، وبعد ذلك كان في كتابات بتنتقد سياسات هنري ويلكم من قبل وينستون تشرشل إبان فترة عمله في الصحافة. فالموضوع ده طوالي خلى وينجت أنه يطفي الشرعية على المدرسة ويفتتحها. تم افتتاح المدرسة، إلا أنه المعمل بتاعه ظل موجود حتى الخمسينيات. كانت وزارة الغابات ووزارة الصحة هي كانت ترجع حتى الخمسينيات لعهد قريب، كانت ترجع لمعمل ويلكم لإجراء الاختبارات وللتأكد من العينات وما إلى ذلك. لكن الفضيحة دي طوالي دعته لأنه يبتعد من مركز تسليط الأضواء، خصوصا أنه كان في تربص كبير المرتبط بالثقافة التقدمية الاستعمارية لبريطانيا، وكان في نقد كبير للمدرسة الاستعمارية الإنجليزية، وكان في قنصل فرنسي وفي قنصل نمساوي، وكان في وجود أجنبي كبير في السودان. لكن الملك إدوارد كلف هنري ويلكم بأنه يحكف على نظافة الخرطوم، وكان في منشيط عريض 1905 في صحيفة The Morning Post بيقول بيصرح هنري ويلكم بيقول ستكون مدينة الخرطوم أنظف من باريس ونيويورك بل حتى لندن. وفعلا نجح هنري ويلكم 1905. نعم. ونجح هنري ويلكم في القضاء على الملاريا في الخرطوم وعلى محاربة الأمراض وعلى مداوات مرض الجزام، وهو ساهم في أنه يعني تدخل مثلا في المنطقة بتاعت سوق الشمس اللي هي منطقة أبو جنزير حاليا أو طيب. سابقا فكان فيها سوق الشمس، هو نقل السوق لمكان تاني. لعب في تفاصيل المدينة، يعني هو صاحب مقترح تسمية شارع الشارع الآن اللي إحنا بنسميه شارع القصر، والكان اسمه سابقاً شارع السرايا، واللي سماه شارع فيكتوريا. فيكتوريا. نعم. وبعد ذاك هو برضو كان من الناس الدعموا الفندق الكبير أو هو فندق فيكتوريا في المنطقة اللي الآن فيها حديقة الشهداء، واللي كان فيها النصب بتاع التمثال بتاع غردون. وبدأت تدخلاته في السياسة السودانية، لأنه اللورد كرومر لما زار السودان لاختيار مكان لإقامة خزان سنار لسقيا مشاريع زراعة القطن في الجزيرة كان في 1904، لكن برضو لشح السيولة والجبهات برضو وزير الخزانة عجز عن أن يوفر فتأخر. لكن في 1910 أو في 1909 شهر سبتمبر تممت خطوط السكة حديد لمدينة سنار. خطوط السكة حديد استجلبت الآليات والمجنزرات اللي من شأنها أنها تبني خزان سنار، لكن الآليات والمجنزرات بدل منها تشتغل في بناء خزان سنار كان بتشتغل في حفريات وأبحاث هنري ويلكم في منطقة جبل مويا.
بالإضافة لأنه خزان سنار بسبب الأمور دي وأمور تانية تأخر بناؤه من 1904 ل 1922 وبدأ العمل انتهى العمل في 1925 وبدأت مشاريع الجزيرة لاحقا. فكان من خطوط السكة حديد إشارة واضحة لتأثير هنري ويلكم على المنطقة ولأغراض تانية طبعا تتعلق بالتنقيب عن الذهب والذهب. طيب. اللي كان خلينا نقف في دي. أوكي. انت يعني نقول انه الاغراض الرئيسيه التي دفعت هنري ويلكم لزياره السودان انشغال قديم بالمنطقه واهتمام بالاثار يعني غرضين اللي جابوا غرض انه يجري تجارب وده كان القرض الثاني الاول كان الاثار الاول كان الاثار. طيب يبدو انه لقي تأييد كبير جدا وغطاء من وينجيت. نعم. يبدو في علاقه جمعت وينجيت طبعا بهنري ويلكم الماسونيه. نعم. طيب كان وينجيت ماسوني؟ وينجيت كان ماسوني. طيب. وكيتشنر كان ماسوني والملك إدوار كان ماسوني وهنري ويلكم كان ماسوني. أضف إلى ذلك الامتياز اللي كان عنده هو كان عنده وثيقة الدستور الماسوني اللي أشرف عليها بنجامين روزفلت كتب الرئيس بنجامين روزفلت عفوا بنجامين فرانكلين والنسخة الوحيدة كان عند هنري ويلكم وهو كان جراند ماستر في محفل أبولو اللي هو المحفل الأشهر في بريطانيا والمؤثر. فكل الأسباب دي هي دعت لأنه هنري ويلكم يكون وجوده في السودان وجود محمي حتى من بريطانيا لأنه يعني نحن لو قرينا كتاب بسيط جدا متوفر كثير الكتاب بتاع كانتربري حكايات كانتربري فبنلقى أنه في حكاية الطبيب في تلميح لأنه المستشفى بتاع سنار كان فيه حوالي 5 كوادر طبية مؤهلة إلا أنه تم نقل 4 كوادر طبية لمنطقة نائية في غرب المدينة تعداد 300 نسمة. فالطبيب كان يعني بيتساءل يعني كيف يعني ما في حوجة أصلا ما في حوجة أصلا للعدد الزيداء مع المدينة اللي كانت تعدادها تجاوز 10,000 نسمة. فلأنه كان هنري ويلكم بدأ يأسس في الكامب بتاعه وبدأ يبني في السرايا وبدأ في مشروع الحفريات ومن ضمن مشروع الحفريات دي من الآثار المنهوبة معبد بيرجع العصور القديمة. هنري ويلكم نقلوا حجر وكان بواسطة خطوط السكة حديد المدد بالإضافة إلى الذهب والفخاريات والآثار القديمة. يعني ضمن اللائحة ضد هنري أنه سرق آثار السودان طبعا. هل عندك عدد؟ يعني في متحف اسمه جبل موية ميوزيوم هو في لندن في أوستن رود فهو غير مفتوح للجمهور بشكل كامل إلا أنه يعرض أكثر من 3,000 قطعة من الدولة القديمة في سنار دولة موية ودولة الفونج بالإضافة لأنه اهتمام ويلكم بالآثار كان عالي جدا وتحديدا بالآثار في السودان وهو كان يقول أنه السودان هو أرض الحضارات. قال أنه السودان أرض الحضارات ومهد الحضارات ومهبط الحضارات إن لم يكن مهد أولها. وقال إنه لا يمكن أن تكون حضارة الفراعنة في شمال الوادي وحضارة أكسوم في شرق إفريقيا دون أن يكون الوسط مركزا تنويريا أكثر تقدما من الحضارتين. وهو كان مؤمن وأنا أحسب إنه إيمانه جاء من عثوره على إنسان سينج الأول واللي هي كان القطعة في مجمل قطع رقم 1540 واللي هي وجد أول قطعة في النقطة رقم 4 القطعة رقم 64 في بلوك 4 وتأكد من أنه هنا عاش أوائل الناس المتقدمين لكن لعدم حرصا منه لأنه المنطقة ما تكون معروفة ويظل وتظل أعماله طي الكتمان فقام نقل رفات إنسان سينجا الأول لسينجا ولاحقا في 1924 اكتشفها مستر بوند كان حاكم للمدينة وما إلى ذلك. فهو فصل الحاجات دي عشان ما يتم كشف ممارساته اللي كان بيعملها. تخللت الحاجة دي التجارب على الأطفال واللي هم كانوا مجرد عمال. هو أنا دي درجة فيها تمام. نقطة الأطفال دي دارين نفصل فيها شوية لكن نرجع خطوات لورا. الماسونية العالمية قررت بأنها تنهب طبعا الآثار في السودان طبعاً. تحت رعاية مباشرة طبعاً. من وينجيت حاكم طبعاً. السودان وهو أطول من حكم السودان من 1900-1916 يعني أطول طبعاً. زول حكم البلد واستخدمت أموال هنري ويلكم لنهب هذه الآثار طبعاً. طبعا معلومة مهمة وأكثر أهمية في سياق حديثنا عن التجربة الاستعمارية في السودان
كثير من الكتب تتكلم على أنه كانت الرسالة رسالة تمدين وحضارة وخدمة السودانيين وكذا، وغاب عنهم طبعا بأنه تمت أغراض بطبيعة الحال لهذا الاستعمار. أنا عجبني جدا في روايتك تصوير الحياة الخاصة جدا لهنري ويلكم واللي كان عنده أسر، ولعله حتى في الخرطوم الإشارة إلى زوجته ساري. طيب شنو تأثير على يعني محيطه الأسري ده في أعمال ووعي هنري ويلكم وهو في الخرطوم الآن؟ طيب نحن نرجع لأنه ساري دي هي ابنة باني دور الأيتام اللي هو استجلبه المهندس لبناء غردون، لبناء مدرسة غردون، نعم، واللي هو لاحقا أشرف على بناء مدرسة كيتشنر الطبية اللي هي كلية الطب جامعة الخرطوم حاليا، واللي لاحقا قام ساعدوا في بناء معمل استاك. ولو لاحظنا انه نحن معمل استاك ومدرسة كيتشنر الطبية او جامعة الخرطوم كلية الطب القباب، أيوة، الفكرة بتاعت السقف المقبب ده، فكرة القبة دي هي دي نفس الصورة بتاعت بيته او ده نفس السقف بتاع بيته في بريطانيا. لكن علاقته بساري، وهي كانت علاقة شائكة جدا، وساري كانت بتتمتع بحياة مستغلة بشكل كامل وتصغر مش كده بعمر، وتصغر فريق كبير، فريق كبير، فريق يعني كبير بيناتنا، فريق كبير جدا يعني. فهي فجرت الوحش، هي فجرت الوحش داخل هنري ويلكم، لأنه كانت العلاقة معقدة جدا، وهنري ويلكم كان عنده اضطراب كبير في السكس اورينتيشن بتاعته، في الهويه الجنسيه، في الهويه الجنسيه كان عنده اضطراب كامل. وبعد ذلك اكتشف انه ابنته الاولى من ساري هي ليست ابنته، نعم، ليست من صلبه. فكانت اول قضيه بتاعت اثبات نسب في الخرطوم، ثم حولت القضيه الى الكنيسه في بريطانيا، وبموجب القضيه وبعد احتراف ساري تم اثبات نسب الطفله الى الروائي ويليام سومرست موم. نعم، ويليام سومرست موم، واللي كان هو بدوره برضه بيعاني من اضطراب الهوية الجنسية، نعم، أيوة، واللي هو كان اضطرابه ده مبني من إعجابه بالروائي والشاعر أوسكار وايلد. أنت طبعاً برأت أوسكار وايلد أو عاولت تجد أو تعيد قراءة السياق اللي اتهم بموجب أوسكار وايلد بأنه يعني شاذ مثلاً أو بأنه يروج لهذا الأمر، أن دي كانت مكيدة سياسية طبعاً. دي برضو واحدة من فتوحاته أفتكر، دي جديد الأمر ده، لأنه أوسكار وايلد كان مناضل. هو دائماً أوسكار وايلد كان بيدعو كل العالم لأنه يقف ضد الانتهاكات اللي بتمارسها بريطانيا، أيوة، في مستعمراتها إيرلندا، أيوة، ضد إيرلندا بالذات، صحيح. وكان يعني أسرته تم يعني أجداده هم كانوا أرستقراطيين ويملكون عدد من الأراضي، ففي النهاية بقوا أصبحوا يعملون بالقنانة كالعبيد في أراضيهم. وكانت الرؤية البريطانية لإيرلندا كانت رؤية غير واضحة ورؤية انتهازية من الدرجة الأولى، وتجربة قد تكون أسوأ من تجربة استعمار في الهند مثلا أو في الصين. فأوسكار وايلد كان يدافع، حياته كلها عاش يدافع عن حقوق الإيرلنديين وحقوقنا المهضومة كمواطنين بريتش وما إلى ذلك. فلذلك هو خالطته السياسة، خالط أدبه السياسة ومواقفه أصبحت ضده. فنحن بنلقى في زمن انه حتى الملك ادوار هو كان مشهور بالهوموسيكشواليتي، بالمثليه، لكن ما كان في تنديد او استهجان للسلوك من قبل ولي العهد. حتى ايام كان امير ويلز ما كان في استهجان، لكن في أوسكار وايلد نسبه للتبعات السياسيه لمواقفه فكان في ترصد. وحتى دوغلاس اللي هو القضية المشهورة الأخيرة اللي مات بعد أوسكار وايلد تم تبرئته من التهمة، صحيح، وتم اتهام أوسكار وايلد، وتخيلين السياسة هي لعبة دور. وصراحة ما يحمد يعني الإضافة الكبيرة جدا في العمل بتاع الرواية أنك أنت لدرجة كبيرة صراحة استوعبتها وهضمت الفترة دي، هضمتها معماريا وفي الحياة الثقافية. ولعلنا نعرف سومرست موم وقرينا عنه وكذا وناس كثيرين يعني، لكن احنا برضه امام سومرست موم جديد، امام اوسكار وايلد جديد. انت تسمح لي اطلع فاصل ثم اعود واصل هذا الحوار. في هذا الفاصل نشاهد وراق الاسبوع ثم نعود الى هذه الحلقه نناقش، نواصل النقاش في روايه اطياف هنري ويلكم مع مهند الدهبي. كونوا معنا. وراق الأسبوع ديمتيار ديموف بائع التبغ وعدو الأعداء.
ولد الروائي والطبيب ديمتيار ديموف في 25 من يونيو عام 1900 ميلادية بمدينة لوفيتش في شمال وسط بلغاريا، واشتهر بعمله الأكبر التبغ والذي كتبه سنة 51 ميلادية، وهي ملحمة تحكي قصة مؤامرة حددت مصائر عديد أشخاص يعملون في مصنع للتبغ كبير. والخيط المركزي لهذه المؤامرة هو قصة بوريس، وهو شاب طموح من أصول فقيرة يتخلى عن حبه الأول لإيرينا ليتزوج ماريا وريثة أعمال التبغ. وهنا تبدأ الحكاية، حكاية الجشع والقسوة وإيلام الآخرين وتحطيم أحلامهم. حياة الأشخاص المشتركة يقصها ديموف علينا، ويحكي عن أنانية رأس المال وعن الانحطاط الأخلاقي الذي أصاب مجتمع شركة التبغ، حتى أن شقيق بوريس وصديق إيرينا الذي يعمل في المصنع يكرس حياته للحركة الشيوعية ونضالها، لكنه ينهزم أمام المؤامرة. الرواية هي صورة مصغرة وكثيرة التفاصيل عن بلغاريا الرأسمالية، بالذات في السنوات التي سبقت الاستيلاء الشيوعي على السلطة. وتنتقد الرواية الأنانية والمهنية الخربة والجشع والاستغلال في المجتمع الطبقي الذي يصوره ديمتيار من منظور اشتراكي. وقد قدمها للسينما المخرج نيكولا كوربوف بالعنوان ذاته سنة 62-900 ميلادية. لديموف أعمال أخرى، منها الملازم أول بنز والتي كتبها سنة 38-900 ميلادية، وهي تحكي قصة حب مميت بين شخصيات غريبة الأطوار خارجة لتوها من الحرب العالمية الأولى، والمأساة فيها تتجلى في هاجس الحب والجنون والموت. كذلك أصدر مسرحية عطلة في أركو إيريس وعملا آخر بعنوان النساء مع الماضي. في الأول من أبريل عام 66-900 توفي ديمتيار ديموف في مدينة بوخارست، ويوجد تمثال نصفي له في حديقة بوريسوفا جاردينا في مدينة صوفيا، كما أنه كرم عبر عدد من المدارس باسمه في جميع أنحاء بلغاريا، بالذات في مسقط رأسه لوفيتش، وذلك تكريما له. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في هذه الحلقة، هي هذه الحلقة الثانية، نناقش رواية الطياف. هنري ويلكم مع مهند الدابي. مرحبا بك أستاذ مهند. أهلا وسهلا. أخرى في الوراق. أنا قبل الفاصل ذكرت نقطتين، أنه ما نصادف في هذه الرواية ليس فقط اكتشاف هنري ويلكم مرة أخرى، إنما اكتشاف موم مرة أخرى، واكتشاف العهد الفكتوري بكل ما يمكن أن نسميه، يعني معايب أو جرائم الاستعمار، ولعله هنري أكبر رمز لهذه الجريمة. كنا تكلمنا عن سيري ووجوده في الخرطوم، كم كان عمر هنري ويلكم حينما حضر الخرطوم؟ كان عمره أكثر من 50 سنة. 50 سنة، أزيد 53 سنة. وما جلس في الخرطوم كثير، طوال تحول مشى جبل. نعم. موية. نعم. كم قعد كم في يعني جبل قعد في الخرطوم حوالي 16 شهر. 16 شهر، أقل من سنة ونص. هو فترته في السودان كلها كم سنة؟ هو قاعد بشكل متقطع ما بين 1901 ل 1935. تخللت غياب ما بين 1903 ل 1909، كان غايب لمشاريع تتعلق بحفر قناة بنما، ولمشاريع في افتتاح مكتب في سيدني وفي طوكيو وفي شانغهاي، وعمل جولة عالمية. ثم رجع المرة الثانية للأبحاث، الأبحاث اللي هي في فيديوهات فيديوهات مصورة بتأكد إنه هنري ويلكم بدأ تجاربه في 1910. أيوة. في منطقة جبل موية. في منطقة جبل موية، وهو كان مهتم جدا بالتصوير لدرجة إنه كان شغوف بالتصوير. الشركة بتاعته في بريطانيا أصبحت تنتج الكيماويات اللي بتساعد على التحميض وما إلى ذلك، وكان يدعم الشركات اللي بتطور الإطارات بتاعت الصور، الفريم بتاع الصور، وأسهم في المجال بتاع التصوير ده. وهو رجل مبتكر بطبعه، رجل مبتكر لأنه عمل الفان كام اللي هي كاميرا
تشتغل ما بين نقطتين زي النظام بتاع الكاميرات الطائرة الهسي ده، لكن عملها عبر نقطتين في الجبل، والكاميرا دي بتقوم تجي نازلة بقوة دفع الهواء عبر شراع، وبتقوم تلتقط لقطات كبيرة جنرال شوت لكل المكان بتاع العمل، وفي منها عدد من الصور. في فيديوهات أنا شفتها وحيشوف المشاهد في الحلقة دي تبين لدرجة كبيرة صلة طيبة تجمع هنري بعماله السودانيين. طبعا. بل مشاركتهم حياتهم العادية. طبعا. وده كله كان قناع مش كده. طبعا. يخفي تحته طبعاً. جرائم. طبعا. طبعا. لا يمكن للقاتل أن يقول أنا قاتلا. صحيح. طبعا. صحيح. بعد ذاك الإنسان المنطقة إنسان اتعود على 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 على, 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 على العنف من بدري، لأنه جيش محمد علي الألباني في 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 حربه مع الدولة السنارية، وبعد الملك فارس السابع استسلم وسلم المدينة في 1920، الجيش ما يوقف في مدينة سنار. 1820 أحاط بمنطقة جبل موية إحاطة كاملة، وبعد 3 أيام من الحصار، وطالب الأهالي بعدة أشياء، أهمها أنه طالبهم بأي رسوم أو نقوش أو كتابة، سواء على ورق أو على فخار أو على جلد. والأهالي كانوا سعيدين لأنه يعني لا حيشيل أغنام ولا مجوهرات ولا غيره، فسلموه. فده بيأكد إنه الحرب كانت حرب حضارية. صحيح. من 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 الفترة بتاعت محمد علي، واللي دي الحاجات اللي خلت هدر ويلكم يكون شغوف بالمنطقة، لأنه البريطانيين لما سمعوا بالسودان ما سمعوا به عن طريق المصريين، سمعوا به عن طريق اليونانيين والكتب الإغريقية القديمة اللي كانت تتكتب عن الحضارة في السودان. فلذلك وجود هنري ويلكم في المنطقة كان عارف سيكولوجية المواطن البدوي في المنطقة عاملة كيف، فكان يتقرب إلى المشايخ. صحيح. يتقرب إلى كابر الغوم. صحيح. وأنا قبل كم يوم اتصل لي واحد قال لي أنه هنري ويلكم كان يرسل لجدته الجبن واللحوم المعلبة والفواكه اللي بتجي من برا وكده، وبعد ذاك عمل مدرسة وعمل مسجد وعمل مركز صحي في الغرية، و حتى يعني عمل لهم ادوار ساعدهم في انهم يرفهوا عن نفسهم. صحيح. ورياضات يعني كان بيعمل سباق جري. سباق جري يعني. وكان بعد ذاك بديون في العجله يركبوا ويجربوا قياده الدراجه، وبعد ذاك كان بالمنظار، هم حتى كانوا يفتكروا انه الصوره تسرق العمر، فهو كان يصورهم ويوريهم صورهم، والمنظار كان هم يفتكروا انه هو يعلم بالغيب، لدرجة إنه هم آمنوا به، لأنه المنظار بتاعه كانوا بيقولوا إنه منظاره يشوف ضحوية. ضحوية بمعنى إنه الزول اللي بيشوفوه الصباح بيقوم بصلاة الضحى، يعني هو تقريبا الرؤية ده هم فهموه بطريقة تانية سحرية، بطريقة سحرية جدا، فخلون إنه يحتقدوا في احتقاد ديني كبير. وبنلقى إنه الشيخ هجوب قرن واحد من أهم الشيوخ اليعقوباب، هو والمنطقة ذاتها بتنوع الثقافة الديني هي شكلت تمهيد كبير جدا لأنه الناس تتقبل شخصية زي هنري ويلكم، خصوصا بعد زعم أنه أجداده مدفونين في المنطقة. بعد ذلك هو يزعم أن السبت الثاني عشر لليهود، السبت الخفي، هو هاجر جنوبا إلى جبل موية. يا سلام. هو يذكر كذا، فكل الحاجات دي كانت توطينة. نعم. أرسل هو بحثة بقيادة ميجور اسمه ميجور ميلدون لدراسة إنسان منطقة الجبل قبل ما يصل، لأنه في 1909 استورد باخرة عايمة. الباخرة العايمة دي كانت بتجوب النيل جنوبا، جنوب الخرطوم، باعتبار أنه الغناء الأكثر أمنا، يعني ما في شلالات وما إلى ذلك، والقبائل مسالمة ما عدائية. فكانت الباخرة العايمة دي تمشي وتجمع عينات من المرضى، تجمع عينات بتاع الدم وما إلى ذلك وكده. فالباخرة دي كان مشت لحد سنار، ودي كانت البداية. فبعد ذلك كان في العربات اللي هي العربة ذاتها عبارة عن لابوراتوري، العربة بتقيف في أي غرية وبتبقى معمل كامل، وبيبدوا يدوا الناس الأقراص ويدوا الناس الحقن ويبدوا يجربوا على الناس، في من شفية شفية وفي من مات مات. الماسونية، وفي كتاب لعله يمكن يكون مش الوحيد، هما كتابين كتبوا عن الماسونية في السودان. في انشغال باكر للأستاذ خضر حمد طبعاً. في كتابه عن الماسونية، في شيخ أيضا الشيخ التقلاوي كتب عن الماسونية في السودان، ولعله الشيخ التقلاوي اتهم رجال الصف الأول من المثقفين بتاع مؤتمر الخريجين بأنهم كانوا ماسونيين. أنت يمكن في الرواية ما ركزت على ضوء أنه من من السودانيين كان عضوا في هذا المحفل، لكن إشارتك بتاعت القبة دي بتوقفني حول أنه في كثير من كتابات أنه ثم الدلالات أو رموز ماسونية في معمل استاك ويهودية. أيوة، ويهودية. نعم. نعم.
وده كان كله القبة دي بالمناسبة بتاعت معمل ستاك وبتاعت مدرسة كيتشنر وبتاعت هنر ويلكم، هي كلها تجسيد لقبة الصخرة بتاعت المسجد الأقصى. تماما، أي زول ممكن يتأكد من المعلومة دي عن طريق. لكن ما تتفق معايا يا أستاذ مهند أنه مش غريب أنه الصحافة السودانية بدأت يعني تنشط في الثلاثينات؟ نعم، والكتابات كانت كثيرة جدا. أنا أفتكر حسب علمي البسيط أنه ما بتحثر أصلا على أي تهمة لهنري ويلكم، لا في الفجر ولا في النهضة اللي هم مجلات الأساسية ولا في الصحافة السودانية. شنو كان في يعني في تعتيم على تلاحظت الوقت ده الأمر ده يعني أثناء جرائمه؟ مش كده؟ نعم. أنا أقول إنه الدولة السودانية الحديثة هو أسسوها الإنجليز. صحيح، أسسوها الإنجليز، ومن الطبيعي إنه يكون النخبة اللي تم اختيارها في الفترة ديك واللي لقت فرص إنها تكون في المنابر وفي الأماكن البارزة هي كان عندها إعجاب واهتمام بكل ما يتعلق ببريطانيا وثقافتها التقدمية وما إلى ذلك. فبالتالي حتى مجرد التشكيك في أي حاجات تتعلق بالإدانة للمشروع البريطاني الاستعماري ككل بيتم التغاضي عنها وإلى الآن، أو بيتم منعه مثلا، أو بيتم منعه أو يمنع، أو يمنع. لأنه نقدر نقول كلهم كانوا متواطئين طبعا. أيوة. يتم يعني بالمرصاد، المرصاد لأنه ذا بوليس غازيتا دي صحيفة كان بتعني معنية بشؤون البوليس وسكوتلاند يارد والحياة في بريطانيا. فلما انخرجت المظاهرات في أكتوبر 1888 ضد اليهود لطرد اليهود وكذا، فهي قامت وصفت واحدة من المظاهرات بأنه اليهود كانوا يدافعون عن أنفسهم وكذا، فتم منع المقال ده عشان ما يصير الفتنة. فنحن لما نتكلم عن بريطانيا في قمة مجدها وفي قمة تقدمها، وهي كان حتى بتمارس الرقابة على الصحافة اللي صحيفة رسمية تعني بالجرائم وما إلى ذلك، فبوزعنا أن نتخيل أنه في الشأن السياسي وحيتم التعامل بأي طريقة. أنا طبعا ما أقدر أحرق الرواية وأوري الناس هو بالضبط هنري عمل شنو جبل موية، لكن واضح من السياق ان احنا نتكلم عن جرائم ضد الانسانيه ارتكبها هنري ويلكم، ولعل المتهم الاول اللي مهد له وسهل له الامر هو وينجيت باشا. طبعا. وانت في بحثك وفي مراسلات مشهوره طبعا، طبعا موجوده بالانجليزيه بين وينجيت وبين ويلكم. نعم. شنو الخلاصه اللي انت بتخرج بها ما في العلاقه ما بين الرجلين ديل؟ العلاقه الثنائيه دي يعني ممكن تشبه الى حد كبير العلاقه الان ما بين امريكا وما بين بريطانيا. وحدة الأهداف باعتبار أنه هنري ويلكم أمريكي من أصول يهودية، والبريطانيين هم يعني معروفين يعني، فالمصلحة كانت تجمع الاثنين. وأنا عايز أقول أن السودان كان أول السودانيين في فترة وفي منطقة كانوا في إيران للتجارب، إلا أنهم هم كانوا ضحايا سذاجة وضحايا تأخر تأخر حضاري، تأخر حضاري، بالرغم من إنه السودان يعني ما ننكر الحضارة اللي كان في السودان منذ قديم الزمان، لكن إنه المد العروبي والإسلامي اللي حصل في 1504 بعد تحالف عبد الله جماع وعمار دنقس غير حاجات كثيرة في تاريخ السودان. ومن الحاجات يعني حتى المصريين اللي قاموا نقلوا لنا عصر الدولة السنارية، فهم كانوا يعني ما مؤمنين حتى بالشيخ فرح تكتوك، رغم إنه رجل فيلسوف ورجل عنده كتب في 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 في, في, في علم الأخلاق أثرت على جان جاك روسو يعني الفرنسي، لكن هو كان متهم بالهرطقة ونقول لنا الحاجات المشافهة اليومية. فبالتالي السودان القديم يعني كانت حتى المرأة فيه كانت تدرس وتدرس في الخلاوي، والخلاوي ما كان مدارس مجرد مدارس دينية، كان مدارس لكل العلوم. طيب أنا في سؤالي، نعم، كان وينجت على علم كامل بل ومتواطئ مع جرائم هنري ويلكم؟ بالتأكيد. تكشف المراسلات هذا الأمر؟ طبعا بشكل واضح تماما، بما انه في واحده من المراسلات طالب منه الهدوء وطالب منه الهدوء وانه اصبح يعني الضجر مستوى التضجر قد يصل، خصوصا انه الملك ادوارد توفى في 1910 وجاء بعده ادوارد الخامس، فبالتالي انه التأييد الملكي في بريطانيا اختلف. وادوارد الخامس ما كان فريماسون ابدا، ما كان ماسوني، بالاضافه لانه هنري ويلكم في اللحظه ديك حتى كان جنسيه بريطانيه ما عنده. فلاحقا تم منحه الجنسية البريطانية وتم إهداءه لقب سير أو فارس، ومنح الجائزة البرونزية، منح الجائزة البرونزية حاس الطب وكذا. صحيح. طبعا صحيح طبعا، يعني كان الأضلاع الجريمة الماسونية العالمية
بعض أساطير اليهود التي وظفها هنري بيركن في جبل مويا مع دعم كامل من وينتر رينارد وينجيت حاكم السودان. طبعا لأنه معظم الذهب اللي كان نتاج الحفريات في جبل مويا كان بيمشي هدية للملك إدوار. يعني كان بيمشي هدية للملك إدوار، أطنان من الذهب كانت مشغولة، الذهب المشغول كان تمشي للملك إدوار. ورغم ده ففي العهد القريب في بداية التسعينيات جاءت طائرة وحطت على جبل مويا، والناس اللي فيها خيموا في الجبل، وبعد كم يوم نزلوا استأجروا عمال رفعوا لهم صناديق في الطائرة الهليكوبتر دي وذهبوا. تسعينات يعني تحديدا 1992 وسافروا. وفي الصور احنا بنلقى انه ويلكم كان عنده 7 مناطق تنغيب في الجبل، وبالإضافة ل 11 نفق او 11 منجم في الجبال، الآن كلها غير موجودة. ونحن في الظروف دي فجأة بنكتشف انه في منظمة أمريكية الآن هي بترعى إنشاء سد كبير جدا في قمة جبل مويا، ودي ممكن يكون مشروع حلفة آخر يعني. لأنه أنا كلمني صديق قال لي انه هو في اللجنة اللي هي بتشرف على إنشاء سد كبير للمويا في قمة جبل مويا، وايه هي المنطقة يعني مناسبة. لكن هنري ويلكم انتبه لموضوع المويا ده من بدري، وعمل شبكة بتاعت مياه، وعمل صهريج كبير جدا في منطقة جبل مويا. قال لي أغراض لأنه كان يستخدم بعض المواد في المويا ويشوف تأثيره على الأهالي في الغرية وكده، لكن إنه تمثل يعني تمثل الحضارة وتمثل الآثار والأدلة اللي بالدين الأطراف القوية دائما بالماء، زي ما حصل ما بدأت أقول زي ما حصل في حلفة، لكن ده إشارة واضحة لأنه الناس تعي أهمية المنطقة. جبيل قلت لي في الحلقة أنه هناك من عرض على هنري ويلكم الخريطة. طبعا هذا الأمر يمكن أن يكون تدبير وينجيت، ممكن لأنه مش ممكن يزول من نفسه يعني طبعاً. يتبرع طبعا طبعا ممكن من يكون تدبير وينجيت، و لأنه هو اللي كان بيختار أعضاء الوفد عادة طبعاً. حتى وفد 1919 لتهنئة الملك جورج بانتصار في الحرب كان عمل وينجيت يعني. وحتى تسهيل المقابلات في بريطانيا، والتسهيل هنا نحن لما نتكلم عن هنري ويلكم كشخص بنتكلم عن أنه هو خارج الدائرة الملكية دي، فوجوده ومقابلته مع الوفد ده غير مبررة، لكن صحيح. بنلقى انه الـ 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 انه هو في الماسونية وينجت ماسوني، والحاجة دي قد تسهل اقتران او انشاء اي اتفاقات خارج المهام الرسمية اللي كلف بها الوفد من السودان. والموضوع بتاع الماسونية ده حتى بعد ذاك عمل مشاكل ما بين وينستون تشرشل وكان فري ماسون وكيتشينر، وكان في عداء واضح في الفترة الأخيرة من حياة كيتشينر مع هنري ويلكم. يعني حتى كيتشينر لما سافر، لما كان هو توفى مسافر لروسيا صحيح في 1917، فآخر حاجة كان صدام عنيف بينه وبين هنري ويلكم. وهنري ويلكم كان حتى لما يزور الخرطوم كان ينزل في الجناح الرئاسي، كان حتى وينجت يمشي ينزل في قصر الضيافة وهو ينزل في الجناح الرئاسي، ودي دلالة على أنه يعني هنري ويلكم كان مؤثر أكثر من الحاكم الفعلي للسودان. طوالي بتذكر دي الكلام اللي بيتقال عادة حول حكومة العالم الخفية، أنه في حكومة بتحكم الكون أو بتحكم العالم هي حكومة خفية، طبعا لأنه الأمر غامض في غموض مستمر وكذا يصعب على شخص أنه يكتشف الحقائق لما يتعلق بموضوع الماسونية. هل وانت في بحثك ظل نشاط الماسونية في السودان مستمر حتى بعد خروج الاستعمار؟ اولا انا لا ادين الماسونيه ولا اعتبرها انها هي جماعه او مؤسسه هدامه بعد العمليات ده كله. نعم نعم، قد يكون في افراد متفلتين كان يقتل يعني مثلا. نعم احد قلت تجربتنا دي بتاعت هنري دي لازم ندينه يعني، ما عندنا حل غير ادانته. نحن ندين هنري ويلكم، لكن انت قلت انه هنري ويلكم عمل ذلك يعني باشراف من الماسونيه. الجماعه تدعم، نحن في المجتمع الانساني كله يدعم افراده، كله يدعم افراده كويس معك. وثقافه القطيع رغم قد نقول انه المستنيرين هم تجاوزوا الافكار البدائيه دي، الا انها في الحقيقه موجوده في الحقيقه يعني. اي واحد يزود عن افراد، وحتى في القران يعني عندما في سوره القصص مثلا سيدنا موسى فيقابله احد من عشيرته فيناديه يعني فينجلي. لا يعني انت عاوز تقول انه الادانه هنا ما موجهه للماسونيه، الادانه موجهه لهنري ويلكم. موجهه لهنري طيب. لهنري ويلكم بشكل شخصي. والماسونيه انت ما عاوز تدين الماسونيه ليه؟ يعني ما فهمت الموقف. ممكن انا ادين المؤسسه ل ل ل ل عشان فرد. هنري ويلكم لا يمثل الماسونيه. بعد كل هذا دعم. نعم. انا هطلع فاصل. تمام.
في هذا الفاصل نشاهد كتاب الوراق، ثم نعود في هذه الحلقة الثانية مناقشة لرواية الطياف هنري ويلكم مع مهند الدابي، كونوا معنا. كتاب الوراق، عنوان الكتاب الانتحار، المؤلف إيميل دوركايم، المترجم حسن عودة، الناشر وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 11 و2000 ميلادية. صدر هذا الكتاب سنة 97-800 ميلادية، وهو من الكتب العمدة في فهم ظاهرة الانتحار. يقع هذا الكتاب في 512 صفحة، ومؤلفه هو عالم الاجتماع الفرنسي الشهير إيميل دوركايم، وإليه تنسب المنهجية العلمية في علم الاجتماع بعد أن خلصه من الاشتباك مع حقول عديدة. يأتي كتابه هذا لمناقشة قضية تنتمي إلى حقول عدة، وهي ظاهرة الانتحار، فعبر ثلاثة أبواب يناقش هذه الظاهرة ويتتبع تجلياتها. يأتي الفصل الأول بعنوان العوامل الاجتماعية، يناقش فيه الانتحار والحالات السيكولوجية، وكذلك الانتحار والحالات السيكولوجية السوية، ثم الانتحار والعوامل الكونية. وفي الفصل الرابع من هذا الباب يتحدث عن المحاكاة. الباب الثاني بعنوان الأسباب الاجتماعية والنماذج الاجتماعية، وفيه يتحدث عن ضرورة وجود منهج لتحديد هذه الأسباب والنماذج، ثم يفصل القول في الانتحار الأناني أو الانتحار المدفوع إليه الفرد من نفسه. وفي الفصل الثالث من هذا الباب يكمل ما بدأه من تحليل حول الانتحار الأناني، ثم يتناول دوركايم أنواعاً أخرى للانتحار مثل الانتحار الغيري والانتحار الفوضوي والأشكال الفردية لمختلف نماذج الانتحار. الباب الثالث بعنوان الانتحار كظاهرة اجتماعية بوجه عام، ويتحدث فيه عن العنصر الاجتماعي للانتحار، وكذلك الصلة بين الانتحار والظواهر الاجتماعية الأخرى، ويخلص إلى نتائج عملية. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في الوراق، هذه هي الحلقة الثانية، قراءة في رواية الطياف هنري ويلكم التي سميناها بأنها يمكن وصفها بأنها أهم رواية الآن على يعني في الكتاب، في الرواية السودانية بل حتى في الرواية العربية، لاشتغال على ما بعد الرواية التاريخية، بل إعادة كتابة تاريخ مخفي مسكوت عنه أو بشكل أو بآخر مقموع. وهنا مرحب بك مرة أخرى. ما بالدين الماسونية؟ الماسونية في علاقتها مع هنري ويلكم، أنا أحسب أنه الماسونية خزلت هنري ويلكم. كيف؟ لأنه عدم الاتفاق اللي حصل بين هنري ويلكم وكيتشنر، محفل أبولو في لندن وقف مع كيتشنر، إلا أنه كيتشنر توفى في ظروف غامضة جدا، وكان في بعض الأصوات بالدين هنري ويلكم بأنه تخلص منه عن طريق لغم ألماني. أيوة صح. أيوة. في الباخرة، في الباخرة. فمن هنا كانت ساءت العلاقة ما بين هنري ويلكم واتحاد البنايين الأحرار، ولأنه هنري ويلكم إلى الآن نحن نشوف الصور بتاعت موته، فبنلقى إنه الكوفن بتاعه مع الشمعدانات بدون تمثيل، في حين إنه الطقس بتاع تعميده كان في كل الجراند ماستر من في كل الماسونيين العظماء من الصين ومن أمريكا ومن دول مختلفة، هم أقطاب من دول مختلفة، هم كانوا قاعدين في طقس التعميد، وبموجب الكلام ده هم المفروض يكونوا قاعدين في مراسم الدفن. فبنلقى انه تم تمثيل مراسم دفن صوريه، نلقى انه هنري ويلكم تم دفنه بشكل صوري لكن ما بشكل حقيقي. تفتكر ليه يعني بعد كل هذا الدعم في مش اكيد مش الخلاف بس مع كيتشنر، هي فكره بتشبه فكره النبذ الكنسي عند المسيحيين. النبذ الكنسي اللي هو يعني عدم قبول طلبات الغفران وعدم قبول الاحتراف وما الى ذلك وكده، وكمان في نفس الحكاية اللفظ الماسوني يعني الطرد، تم لفظه تماما وعدم الاحتراف به، لكن إنه هو بكل ما عمله ده كان أقوى
وجزء قد يكون كبير جدا من التحتيم على حياته الأسباب دي. الأسباب دي. أنت زرت جبل موية؟ نعم. ماذا وجدت؟ الكثير. مثلا؟ الكثير. البناء الضخم، البناء المذهل. بتاع المحارق؟ البناء الأساسي بتاع السرايا. بتاع السرايا. في حجارة قد يكون ارتفاع الحجر أكثر من 200 سنت. وعرضه قد يقترب من 150 سنت. والحجارة دي لما نرجع للتوثيق بناء السرايا، الحجر الواحد كان يجر 75 رجل. ويجر على عربة بثلاث عجلات حديدية. والبناء بناء جبار في ظل فقر الإمكانيات في الفترة دي، رغم أنه في الفيديوهات تظهر الآليات والمجنزرات. أيوة. اللي جات تبني خزان سنار وتم توظيفها لبناء السرايا والحفريات، لأنه بناء شاهق بالإضافة للمحارق. في المحارق أنا وجدت عدد كبير جدا، عدد لا يحصى من العظام البشرية والأسنان والمتعلقات الشخصية. العظام البشري؟ نعم. متى زرت أنت جبل موية آخر مرة؟ آخر مرة في العام الماضي. نعم. وجدت عظام بشرية؟ نعم، عدد هائل من العظام البشرية في محرقتين كبار جدا ذات شكل مخروطي. والمحارق دي كان بيتم التخلص فيها من الضحايا بتاعين التجارب، يعني اللي بيموتوا بالسايد افكت يعني بعد موتهم، فبيتم التخلص منهم حرقا يعني في المحارق دي. وفي قبور جماعية، في عدد كبير جدا من القبور الجماعية موجودة. وهنرولكم كان رجل منظم جدا، يعني الساحة بتاعت العمل بتاعته هو كان يوظف الرجال لنقل الحجارة ولنقل الحجر المكسور وما إلى ذلك، لكن يوظف الأطفال لنسج القفاف ولفتل الحبال وللمهام الصغيرة يعني. فهو تجاربه كانت على الأطفال، وكان كل طفل يديه قلادة، القلادة دي عليها رغم، الرغم ده يوازيه فايل ده بيرصد إنه التريتمنت اللي أخذ الطفل ده. وفي حالة كيس التفاصيل بتاعته الايج 9 سنوات، الايج عفوا 16، عمر 16 سنة، عمر 16 سنة، الوزن 9 كيلو. وده كان الحالة رغم 4050، اللي هي أثبتت إنه في بعض الأدوية هي ناجحة في علاج الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. فبنلقى إنه هل عنده حياتين. القلادة دي عندها سببين. المدير بتاع العمل الميداني كان بيزعم إنه القلادة دي هي لتنظيم ساعات العمل، بمعنى إنه القلادة صاحب القلادة كده هو يحسب كان الأجرة بالساعات، لكن في الحقيقة إنه معظم الأطفال دل كانوا هم قاعدين في الجبل بشكل أساسي، يصرفون جنيه في كل شهر ويرسلونه لأهلهم يعني. ففي الزمن ذاك بعد القطر أصبحت كل ما يتم يفقدوا الأهالي بعض الأطفال وكده، فيزعموا الناس إنه شافون ركبوا القطر ومشوا البندر وما إلى ذلك، أو هربوا أو كده، إلا إنهم هم كانوا ضحايا حقيقيين يعني. كم عددهم يا 4050 عدد ضحايا هنري ويلكم؟ 4050 طفل. أعمارهم من 60 طفل، أعمال يعني أكبر عمر ممكن يكون 15 سنة. أكبر عمر ممكن يكون 15 سنة. وبعد ذلك هو كان لقى الأطفال هم الأوفر حظا يعني، في إنه ما بيتم اكتشافهم بسهولة، لأنه كان الرجال العمال يذهبوا ويعودوا كل يوم جيئة وذهابا من الغرية، لكن الأطفال كان لأنه هو يوفر وجبات وكده، وكان الأهل مستقرين، وكان الفترة فيها جدب وكان فيها شح في منسوب الأمطار وتوقف في الزراعة، ويعني الفترة اللي ما أيام الحرب العالمية الأولى، وكان السودان يعني مجهد، وجبل موية كان يعني فقد معظم جزء كبير جدا من رجاله وخيرة شبابه في معركتهم دي بيكرات. ويعني ممكن نقول إنه المنطقة كانت أفضل مكان لأنه يجري فيه تجارب بكل الحرية دي، لدرجة إنه كان عندهم معمل بكتيريولوجي فريد جدا في البناية الثانية. البناية الثانية اللي أنا شفتها هي بناية ضخمة برضو في ارتفاع طابقين، وكان فيها المعامل، وكان يدير الفيلد ده كله ميجور سابق في الجيش الملكي اسمه ميلدون، ميجور ميلدون. وكان الحراس يعني كان المفتش الإنجليزي يوفر الحراسة، وهو كان عنده أطقم بتاعة حراسة من الأهالي بتاعين المنطقة، وأطقم بتاعة حراسة من الـ 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 وكان لا يثق في المصريين ولا يثق في الترك، حتى اللي كانوا يشتغلوا في الإدارة الإنجليزية كان لا يثق فيهم أبدا، رغم أنه بعد ذلك اضطر بأنه استعان ببعض الشوام في الأمور المتعلقة بنحت الأحجار والبناء وكده في مرحلة بناء السرايا. يعني هل كان يعني عمل بالضخامة دي
بيتطلب مساعدين حتى من السكان المحليين. طبعا. هل لقى المساعدة دي؟ طبعا كان عنده أكثر من ستة ألف عامل يومية، وأكثر من 5000 طفل يشتغلوا في المهام الصغيرة، ما بشكل دائم بشكل متقطع. وبعد ذاك لأنه الفترة بتاعت بناء خزان سنار كانت الأعمال المدنية كلها كلفت لوجهة التعامل معها لشركة عبد الرحمن المهدي، وكان من ضمن الأعمال اللي اشتغلت فيها شركة عبد الرحمن المهدي هي قطع الأشجار ونغل الأحجار وتوريد العمالة. فالعمالة كانت تفضل إن العمالة الماهرة كده تفضل إنها تشتغل في مشروع خزان سنار كويس، لأنه في كامب فبالتالي هم حياكلوا وجباتهم كلها هناك وكده. فهنقول كم لقى عمالة ماهرة رغم أنه كان يدفع كويس، لكن في أسر كثيرة كانت توظف أطفالها، وكان هو عنده اهتمام كبير بتوظيف الأطفال، وكان عنده رجل الأهالي يسمونه خواجة كبير. خواجة كبير كان يختار الأطفال، يختار طفلا دون الآخر للمواصفات يعني من شكله كده ومن بنيته، وكان يختاره، لكن المواصفات عندها تبعات أخرى، تبعات كثيرة أخرى. أيوة. يعني أكيد هنري ويلكم كما وجد تواطؤ أو رعاية من وينجيت، هذه الجرائم كانت أيضا تحدث على مرأة ومسمع من مساعديه. طبعا. معناها عنده شركاء سوداني؟ لا لا لا. من وين اليقين ده؟ من وين اليقين ده؟ الكامب هو في الخرط، الكامب ده مكون في جدارين. طيب. وهنري ويلكم رصف الطريق من أسفل الغرية إلى الأعلى وعمل بوابات. طيب. السودانيين هم الأماكن بتاع التواجد عندهم مقيدين، محددة مقيدة، متواجدين في أماكن معينة. يعني السرايا الكبيرة كان لا يدخل إلا الميجور ميلدون ومستر دين وهنري ويلكم، لا يدخل إلا الثلاثة دين. يعني هو تكتم على كل أعماله دي. نعم. بحيث أنه ما في زول اكتشف أصلا. طبعًا. ما دفع حتى الطباخ بتاعه، الطباخ الأول الإنجليزي، هو كان ما يقدر يقدم له الأكل جوا إلا عبر مستر دين أو الميجور ميلدون، ما يقدر. وهنري ويلكم كان يختفي داخل السرايا. صحيح. لفترات تتجاوز 6 شهور لا يظهر أبدا، ولكن وبعد ذلك هو كان مهتم بكل ما يعني. فكان حتى الأطباق بتحت الأكل هي جاية من بريطانيا ومنقوش عليها الختم بتاعه، الأكواب بتحت النحاس وما إلى ذلك. فكان في كان بعد ذلك ينفق للأهالي ويوزع لهم الأجبان والفواكه واللحوم المعلبة وما إلى ذلك. والأهالي استفادوا لأنهم كانوا يبيعوا الدجاج ويبيعوا البيض ويبيعوا المواشي لهنري ويلكم، والغرية كان منتعشة بشكل كبير. فاختفاء الأطفال كان مبرر طالما أنه الأجرة الشهرية بتجي. يعني تخيل ليه أنه الأهالي كانوا يفتكروا أنه إذا أحياء. أولاده أحياء يعني، لأنه الأجرة تأتي فإذا الطفل يعمل يعني، ويسألوا يعني يجوا يستفسروا ويقولوا لا الأطفال بصحة جيدة ويعملون، ودار تشوف فلان وخش فتش فلان وما يلقاه، لكن يطمئن يخش يشوف إنه الأطفال شغالين. وزي ما بنشوف في الفيديو بنشوف الأطفال شغالين وينقلوا في الحجر المكسور. صحيح. ويشتغلوا في فتل الحبال وما إلى ذلك. لكن فجأة هنري ويلكم اختفى. اختفى اختفى 1935 فجأة هنري ويلكم اختفى. فبعد ذاك حتى الناس بدأت تسأل عن أولاده والما رجعوا وما إلى ذلك. ورغم انه الان بعض اهالي الجبل يقولوا انه هنري ويلكم، الاحتقادات متعلقه بالطرق الصوفيه وكذا، يقولوا انه هو صعد الى اعلى قمه الجبل ولمس الضريح بتاع الشيخ هجوب قرين، فبالتالي اسقط عليه صخره صماء فابتلعت راسه. وفي صخره كبيره جدا ممكن نشوفها في الصور، الصخره دي فيها تجويف يحاكي التجويف لراس الانسان يعني، وفيها اثار بتاع الدماء يعني. هم اعتقادا انه هو دي الطريقة اللي إنه الصخرة دي ابتلعت رأسه، وتم نقل رفاته بالقطار إلى بريطانيا سنة 36؟ سنة 36 وتوفى 1936 إلا إنه تشارلز مايو، هو يعني عيادة مايو المشهورة في أمريكا، أشرف على علاجه في الفترة المؤخرة في نهاية حياته. ولأنه هنري ويلكم عانى من مضاعفات كثيرة بسبب أمراض صدرية، بسبب أمراض مجهولة، وبسبب جراحة أعملها لمحاولة بتاع التحول الجنسي. أجرى جراحة فشلت النوع. تماما. كان عاوز يغير النوع. عايز يغير النوع. كان عمره 86 سنة. عمره 86 سنة. ففشلت الجراحة والمضاعفات أدت إلى وفاته. بعد ذاك رفاته حتى جسمانه تم الاحتفاظ الإبقاء عليها لمدة بتاع 13 يوم. لمدة بتاع 13 يوم. بعد ذلك أنا اتذكرت نقطة مهمة جدا، إنه ما زال الجبل في جماعات
انا خلينا اسميها حج، هي بتحج للجبل في موسم معين شهر مارس كل سنه، فهي بتجي بتخيم في الجبل من دول مختلفة، خواجات من جنسيات مختلفة، بريطانيين كل عام. ايوه كل عام. وما انقطع العدد دي مستمرة؟ لا مستمرة، هم بيجوا وبيخيموا ويطلعوا مرات بسياراتهم في قمة الجبل وينصبوا خيامهم ويستأجروا العمال ويستأجروا الحراس ويأخذوا أيام. يعني تقدير ديش الماسونية؟ أنا أفتكر أنه تقدير لهنري ويلكم نفسه. هنري ويلكم. أيوة. أنت عندك ثلاثية حول هذا الموضوع. نعم. وقائع جبل موية. نعم. أطياف هنري ويلكم. نعم. الثالث شنو؟ السرايا الصخرية. دي سرايا ويلكم باشا. دي سرايا ويلكم باشا. يعني الكتاب الأول بيعقبه، الكتاب حيصدر في شهر نوفمبر الجاي، اسمه وقائع جبل موية. في الكتاب ده أنا بتكلم فيه عن الأثر اللي ترتب على وجود بعثة تشتغل في قمة الجبل على الأهالي. فأنا بصور الحياة تاني من منظور اجتماعي، من ناحية سودانية جدا. ف هو الموضوع يكتمل بالسرايا الصخرية. السرايا الصخرية اللي هي حتتحدث فقط عن الأعمال المعملية والمختبرية اللي حدثت داخل السرايا الصخرية. إحنا أمام ثلاثية تحكي شخصية هنري سولومون ويلكم في الماسونية في السودان، اليهود وبناء دولة إسرائيل، جرائم تجارب ضد الأطفال أكثر من 4,050 طفل. مش غريب أنه جبل فيه كل الآثار دي، أنه ما في انشغال مثلا من مصلحة الآثار أو وزارة الآثار أو كده، يعني ده متروك في الخلسة كده الأمر ده ولا طعم. عليه و... لا موجودين؟ لا ما في جل موجود، تمثيل ضعيف حتى الناس بيجي يخيم شكلي... موديل يعني لأنه حتى الحراسة أنت بتلقى أنه الحارس خايف من أنه في لعنة أسد، في لعنة جبل، اللعنة موجودة فوق، في لعنة موجودة. ف بالله بالنسبة اللعنة دي، أنت اللعنة دي ما أصابتك ليه؟ أنا مصاب الآن. أنا في قلب اللعنة. أنا عاجز عن الشكر، دار أشكرك جزيل الشكر والله. شكرا. وأنا معجب جدا وأشيد على يديك بأنه ما تقوم به عمل عظيم وكبير. نتمنى الناس كلها تقرأ هذه الرواية، هذا عمل جدير جدير زي الكاميرا معاي، جدير بالقراءة للمشتغلين في الآثار ومن يشتغلون على التاريخ الكولونيالية في السودان ومن يهتمون بالأدب فقط. أفتكر أنه يجب أو من الواجب أن نقرأ رواية أطياف هنري ويلكم. أنا أتمنى لك التوفيق معلم. شكرا وتقدير لك عزيزي المشاهد. كانت هذه الحلقة الثانية فقط محاولة تسليط الضوء على هذا العمل المهم الذي وصفناه بأنه عمل يحفر عميقا في هويتنا الثقافية، يبحث، يقدم، يكتشف، يعري، يقدم، يصادق كثير مما نسميه القناعات الثقافية، بالذات فترة حكم الإنجليز للسودان، فترة الاستعمار. أنا أتمنى أن تذهبوا لتبحثوا عن هذه الرواية تقرؤوها. وفي الختام تحياتي والفريق العامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.